بكيت لنا وداز قدام عينيا الشريط ديال حياته كيفاش دوزها بين كيجري لهاد يصوب المصالح ديال الناس ويهمل نفسه يصوب جمعية لهاد الناس بالقوانين ديالها وبالمسائل ديالها وبالمصاريف ديالها وعلى حسابه ما ماشي شغله وغادي اي شحال من حاجة صوبها الناس شحال من واحد مرض ومشى دواه شحال من واحد صوب له الوثيقة باش خصو يسافر بغي يسافر الخارج صوب له الباسبور شحال ما عمل فهاد دز شريط قدام وكنلقى ان النتيجة ماذا هاد الناس اللي عمل لهم ودار لهم ونظم جوالات والمجموعات الغنائية اللي نظم لها جوالات في الخارج وهذا كلهم نساو لا على المجموعات الغنائية ماشي في استطاعتها تنظم حفلة تدخل بها عشرات تدخل بها غير 20 مليون باش يتعاون على حالته إلا تجمعت من الغيوان والمشاهب وتقدى ما يدخلوش 20 مليون يستحق شقة كان المفروض هو أنه يطلع كان المفروض ولكن ظروف نظرا لظروف أنه لم يحصل عليها يمكن السنة المقبلة يحصل عليها إلى يبقى بالحياة لأن هذه الأشياء هذه خص بعدا يعتنوا به الناس اللي يخدم لهم مصالحهم ينوضوا يتجندوا ويجمعوا ليه الفلوس وما يشريوا ليه شقة يديروا جوج حفلات كاع جوج ويشريوا له شقة لأن نعتمد يمكنناش نعتمدوا على شي وزارة من الوزارة يمكننا نعتمدوا على روسنا غير على هذا كيعرف هذا وهذا أما النقابة راه كدير جهدها في التشريع وفي كذا وفي تنظيم القوانين وكذا